السلام عليكم ليكيب، في فيديو جديد مع أستاذ اللغة الألمانية أستاذ إبراهيمي. اليوم وحصريا مع الأستاذ إبراهيمي راح نتكلم حول أجيكتيف ديكليناسيون مع الأم بيشتيم تأختيكن. ليكيب، الدرس أجيكتيف ديكليناسيون مع أم بيشتيم تأختيكن. السؤال في البكالوريا سوف يكون على النحو التالي: ديكليني غنزي. ليكيب، المرة اللي فاتت شفنا صفات عندما تأتي بعد دير دي داس أونت دي. اليوم بإذن الله سوف نتكلم عن الصفات عندما تأتي بعد الضمائر النكرة. دونك ليكيب، في النوميناتيف، أكوزاتيف، داتيف، أيضا الجينيتيف. دونك الضمائر هنا تتحول، دونك دير ليكيب يولي أين، في مينا دي تولي أين، في النويتخم داس تولي أين، والبلوغال ما عندوش أرتيكل. دونك هنا ليكيب ما كاش أرتيكل. في الأكوزاتيف دين لشفيتو في الجدول الأول يعني تاع الفيديو السابق يصبح أينن، دين يولي أينن، في مينا أين، نويتخم أين، وهنا أيضا ما كاش أرتيكل. في الداتيف دين تولي أينن، دير تولي أينغ، أينم اللي كانت دم أيضا، وهنا أيضا لا يوجد أرتيكل. في الجينيتيف وهو المضاف إليه داس لشفيتو عليها في الفيديو السابق تصبح أينس، أوكي، وهنا بلس إس، أوكي، هنا دير تصبح أينغ وأينس أيضا. وهنا لكيب الأر هي عبارة عن الزيادة التي تضاف إلى ماذا؟ إلى الصفة، بس هنا ما عنديش أرتيكل. هكذا ليكيب. دونك لا نبدا من الفوق، نبدا من تحت ليكيب. دونك داتيف والجينيتيف عنده زياده واحده، راكم تلاحظوا او ان 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 فقط. في الجينيتيف بلوغال عندنا او ار. هكذا ليكيب، صح. دونك روحوا النوميناتيف والاكوزاتيف اللي طيح في الباك بزاف، لاحظوا معايا المثال. دونك نروح نشوفوا في النوميناتيف وفي الاكوزاتيف. في الماسكولا مثلا قال لك داس است، هذا اين نت ليغر. هنا ما طهلكش مع دير، طهلك مع اين، وتتعرف انه الاصل تاع دير هو عفوا الاصل تاع ليغر هو دير، لكن مع من جا ليكيب؟ جا مع اين. تا واش دير؟ تايا تدي هذه اللي مع الاو ار دير، الاو ار هذه، وتضيفها الى ماذا؟ الى الادجكتيف، فتصبح اين نت ليغر. فعندما تجد هنا أين وهنا الاسم ليست الصفة إنما الاسم مذكر، يجب أن تضيف ماذا؟ أو أر. في مينا داس إست أينو ليكيب، وين تلقى أو زيد لها أو موراها. نعاود، كي تلقى أينو لازم تدير هنايا أو، أوكي، أينو نيت فخاو نيتخم محايد. داس است اين جوت، كاين الاصل تاعو ليكيب واش كان؟ كان داس. احنا واش نديرو؟ هذه داس نحو منها، ندو منها كلمه او اس، هذا مكان ونضيفها الى الصفه. دونك هنايا او اس، او اس اللي تضاف الى الصفه التي تكون مع ماذا؟ مع الاسم المحايد داس كنت، لكن ما ليست مع داس، انما مع عندما يكون مع نكره يعني اين. داس است اين جوتس كند، لماذا لم نقل جوتاغ او اغ؟ لان هذا هو محي بلوغال. داس زند، داس زند، اوكي، جوت لويت، لويت اللي كيب الارتيكل لويت، نقولوا دي لويت يعني جمع، فالجمع لاحظوا ماذا اضفنا؟ اضفنا او، اوكي ليكيب. لاحظ دونك في الماسكولا نوميناتيف نزيدو او اغ، في الفيمينا او، اي في النويتخوم نزيدو او اس، وفي البلوغال نزيدو او. هذا في حالة ماذا؟ في حالة النوميناتيف يعني الفاعل. الاكوزاتيف او المفعول به فاس، اغ كافت فاس، هو يشتري ماذا؟ اينن. ليكيب واش عندي؟ عندي اينن، لقيت اينن، الصفة اللي موراها زيد لها او ان، لقينا اينن واش نزيدو؟ او ان. لاحظ هنا اينن زدنا او ان. ار كافت اينو ليكيب، قلت لك انا وين تلقى او واش تزيد للصفه؟ تزيد لها او، او. دونك هنايا او او في مينا كلاب نويترون. ار كافت اين بيليش او بيليش يعني رخيص، اوتو اشترى او يشتري سياره رخيصه. الاصل تاع اوتو هو داس. دونك انا واش قلت لكم ليكيب؟ باسكو هنايا ما يتبدلوش، لاحظ هنا
ES ES أين أين، سواء في حالة المحايد لا يتغير لا في حالة الأكوزاتيف ولا في حالة النوميناتيف. أقول er kauft ein Billy Guess Auto. هكذا اللي كيب. أخيرا er fragt gut. أوكي، وهنا Leute، Leute الأصل تاعو اللي كيب هو دي Leute، يعني الناس. لكن تلاحظون أنه البلوريال ما عندوش أرتيكل كيب، ها ما عندوش، ما عندوش ارتيكل. دونك تاي مادام ما عندوش ارتيكل واش نزيدو له؟ نزيدو له او. دونك هنايا نديرو او. واخيرا في الجمع هنا، يعني في حاله البلوغال بدون ارتيكل ليكيب، تاي كي تشوف ما عندكش ارتيكل تاع الجمع دي، سما واش معناها؟ معناها الاسم هذا يا لويت راهو مع راهو نكره، يعني هو يسال اخ فراكت ناس وبرك. اوكي، ففي حالة ما اذا لم تكن هناك ارتكل يجب ان تضيف الى الصيغة هذا الصفة هذا الحرف هذا او. دونك نشوفوا يعني ما بقي من التحويلات مع الامبشتمت ارتكل في حالة ماذا؟ في حالة الداتيف ليكيب. دونك راح نركزوا على الامور اللي طاح، راح باذن الله راح تطيح في الباي. دونك نتكلموا على الادجكتيف ديكليناسيون مت unbestimmten Artikel في حالة ماذا؟ في حالة الداتيف. روح نشوفو في الداتيف كيفاش يقولوا. دونك راكم تشوفوا انه في الجدول اللي فات قلنا انه الصفات كي تكون مور الداتيف ولا الجينيتيف نزيدوا لها كامل واشن او ان، نفس الشيء مع unbestimmten Artikel. شوف دونك اينم، اينم اللي كتشبه اللي تشبه الدم وكولت اينم، صح صفه وزدنا لها او ان. اينغ اللي تشبه الدغ، يا اخي ديت ولي دار في الفيمينا، صح حتى يدير لها او ان. اينم او ان ما عندوش ارتيكل البلوريال دونك تزيد له او ان. الجينيتيف اينس وزيد لها او ان، ليكيب حنايا قلنا اينس بلس اس، ها جيد. دونك هنايا بلس اس اينغ او ان، اينس ايضا بلس اس. اوكي، والحاله الغريبه اللي هي الجينيتيف بلوغال التي ليس لديها، يا اخي احنا ليس لديها ارتيكل، او ار تضاف للصفه، تضاف للصفه. صح تبعوا معايا لي كيف في الداتيف كيفاش يعني نقدروا نديروا ادجكتيف ديكليناسيون مع unbestimmten ارتيكل وين وين في في الداتيف. Er dankt. ليكيب عندي لو فيرب دانكت، هذا لو فيرب دانكت هو فيرب يعطيني الداتيف. هكذا الداتيف كيف ياتي؟ ياتي بعد بريبوزيسيون، بعد حروف الجر معينه، او ماذا؟ او افعال ايضا معينه. الفعل دانكت معناه يشكر، هو يشكر شكون؟ وشو يشكر؟ اينم. لاحظ هنا دونك عندك هنايا او ام، واش دير لها ما عدا ما عندك داتيف؟ اوكي، دونك الصفه تضيف لها او ان. ار دانكت اينن غوتن مان. اثنين، ار دانكت اينغ. دونك ما دام جات اينغ سما نعرفها بلي في مينا، داتيف في مينا. دونك كي نلقاو اينغ الصفه اللي تكون موراها تزيد لها او ان. ار دانكت اينم. اوكي، هذا يعود على كنت، داس كنت ولات اينم. تي واش دير؟ قلت لك انايا في هذه الحالات كامل، يعني في حاله الداتيف تضيف دائما ان، سواء في البيشتمت ولا اون بيشتمت ارتيكل. ار دانكت، صح ليكيب هنايا ما عنديش ارتيكل في البلوريال، دونك تضاف الى ماذا؟ تضاف الى الصفه دائما كامل. شوف او ان او ان او ان، ايضا هنايا ما نخرجوش على القاعده، دونك او ان. ليكيب كما راكم تشوفوا داتيف الجينيتيف كامل يخلصوا الصفات تاعهم بالاو ان، اما من ناحيه النوميناتيف او الاكوزاتيف، في حاله النوميناتيف دونك عندنا او ار او، عندنا او ار او او اس، وعندنا ايضا او. كيفاش نعاود نذكر كيفاش جبنا او ار؟ جبناها من يعني الارتيكل تاع الاسم الذي ياتي بعد الصفه. اوكي، فاذا كان مثلا ليغا اين ليغا، اوكي ففي هذه الحاله نديرو او ار، دونك تتبع الاسم الذي بعدها. ليكيب الدرس هذا يجب ان يحفظ. اوكي، شفنا بعض الطرق من اجل
القيام بالادجكتيف ديكليناسيون يعني ديكلينيرنزي. ودائما السؤال في البكالوريا اذكر يكون على النحو التالي: ديكلينيرنزي ديكلينيرن ديكلينيرن ديكلينيرنزي. دونك فقط اذكر انه في ديكلينيرنزي في الباك ليكيب يعني وش من الجدول يطيح بزاف. دونك يطيح بزاف الجدول تاع البيشتيم تاع ارتيكل يعني لي برون ديفيني، مي حنايا نسيو يعني ما نخلو والو اوكي، لانه في البكالوريا اللغه الالمانيه هناك مفاجات، حنايا ما نش حابين المفاجات، نحفظوا هذه ونحفظوا هذه. نتمنى انه فهمتوا الدرس. إلى درس آخر، أو أستودعكم الله. تهلا في روحتكم بكيب. سلام.